معناها ارقام تحب يربح الركور تاع سيدان، ارقام تعطيك كبيره. ثم جيرو الاحتياطي اللي منتظر باش يبدا احتياطي، وصل يا سفيان 51 هدف تساوى مع تيريون ريعاد. هذا عن المنتخب الفرنسي. ماذا عن التحكيم وحكم المباراه؟ معنا الحكم الدولي السابق محمد بن حسانة. كابتن اهلا وسهلا بكم، مرحبا. تحية لك اخوي عادل، تحية للمحللين والفنيين الكرام في الاستوديو والمستمعين والمشاهدين الكرام في كل مكان. والمستمعون والمستمعات، يعطيك الصحة محمد على هذه التحية، نبادلك التحية. أكيد نتحدث عن الحكم، نتحدث عن التحكيم ومباراة كبيرة، مباراة هامة ومباراة مصيرية للكرة التونسية. ماذا عن الحكم؟ الحكم بكل صراحة تفاجأني نوعا ما من تعيين الحكم ماتيو كونجي النيوزيلندي 44 سنة بالمقابلة المصيرية، خاصة بالنسبة لي نحن. علاش فاجئك محمد؟ علاش فاجئني؟ خاطر نعرفوا احنا الملتقى الحكام في كأس العالم من كافة أفقاع العالم ومن كافة قارات العالم، دونك علاش ما ناخذوش حكم أكثر حياد، أو خلينا نقولوا حكم محايد بأتم معنى الكلمة، بما أن عندنا لا بوسيبيليتي أن نعينوا حكم من القارة الأوروبية. نعم. والقارة الأوروبية هي تفصل بين القارة الإفريقية والقارة قارة أستراليا، خلينا نقول خاطر أستراليا تبارك الله مساحتها. لا خليني قبل ما تحكي على القارة الأسترالية، يا أخي أنت متخوف من الحكم هذا محمد؟ ووقت اللي تحكي لي تقول لي على الحياد اللي ما لا نعين حكم محايد، وكاني بيك متخوف من الحكم. شوف أنا مانيش خايف من الحكم، أنا نقول لك بكل صراحة مانيش خايف بالكل بالحكم، خاطر وقت تبدا الاضواء المسلطه وانظار كل العالم على مقابلات كاس العالم، ما نتصورش انا حكم يلعب ولو هذا 44 سنه فانت كارير، لكن انا ما نتصورش بالكل انه حكم الاوز دي ديرابي وبخلاف من الفار، دونك ما نتصورش انه الحكم باش نتخوفوا من برشا، لكن سي اون ديزينياسيون ا ايفيتي، معناتها هذا التعيين كان بالامكان تجنبه، بما أني عندي سيارات عديدة، عندي حكام، عندي فيلق من الحكام في القارة الأوروبية، وعندي فيلق أيضا من الحكام من القارة الأمريكية والكونكاكاف، علاش أنا نستنجد حكم من نيوزيلندا اللي هو خليني نقول بعد سكن إيماج بيجوراتيف، حكم من نيوزيلندا تقريبا عنده نصف جنسية أسترالية، ما عادش تشاطرني الوقت لا يكون عادل. عندي لا بوسيبيليتي أني نعين حكام من القارة الأمريكية، القارة أمريكا الجنوبية ولا بالكونكاكاف ولا حتى بالقارة الأوروبية، علاش أنا نسجد في مقابلة مصيرية لتونس؟ تونس الكل باش تبعها معناتها بشغف كبير وبأمل كبير، ونحط حكم اللي كانت عندي بوسيبيليتي أني نعين حكم محايد أكثر، لماذا؟ هنا بلجي كولينا بكل صراحة رئيس لجنة التحكيم بكأس العالم وبالفيفا بكل صراحة كان الأجدر أنه يعين اسم آخر. هذه طبعا انطباعات أولية للحكم الدولي السابق محمد بن حسان، لكن على مستوى الأداء، على مستوى التصرف، على مستوى طبعا إدارة المباريات، شنو تنجم تعطينا على الحكم هذا؟ حكم هذا فنيا متميز، كنت تكنيك معناتها زفر صحيح، تقريبا خمس سنوات الأخيرة او نيفو المردود البدني مشكله كان ماتيو في الناج تاع 39 38 كيما تو 44 سنه، لما تو تشوفوا حتى خطواته وضحيته تشوفها في الميدان يتنقل بذكاء، ما يتنقلش بقوه بدنيه يكمل لا دياغونال اوندولي نتاعو من الكوا للكوا، تو تشوفوا انه يتصرف بذكاء في على المستوى البدني، لكن يظفر الصيف معناتها كحكم يظفر الصيف. طب عاش ما مشكل دونك محمد، تبارك الله شكرتونا بما فيه الكفايه من الحكم على مستوى الحضور البدني، على مستوى التصفير، على مستوى التدخلات نتاعو، اعتقد حكم يليق باش يكون في كاس العالم. لكن علاش كنا نجمو نتفاداو التعيين من النوع هذا؟ راك تعرف خويا عادل في التعيينات اول شرط قبل الكفاءه، قبل الكفاءة أول شرط يشوفوه في التعيينات هو مبدأ الحياد. نعم. الحياد ثم أن تحتلوا إلى الكفاءة. إن شاء الله التخوفات هذه ولو هي تخوفات جزئية، خاطر غدوة حي باش نتفرجوا باش نتمتعوا بماتش تاع كورة
قطع النظر على الثلاث اللي باش يحيط بينا وبالمسؤوليه وبالانتظار. راهو ماتش تاع كره ان شاء الله نتمتعوا به، وان شاء الله التحكيم لا يفسد العرس الكروي. يعطيك الصحه الحكم الدولي السابق محمد بن حسن، اكيد سنتابع معك اداء هذا الحكم في مباراه تونس فرنسا. مشكور جدا على كل هذه التوضيحات. نرجع للمباراه ونذكر بانو السنغال والاكوادور متعادلين لحد اللحظه دون اهداف. المقابلات الكل باش يلعبوا ويتلعبوا في نفس التوقيت بالتوازي، مع ذلك هولندا تتبارى في نفس التوقيت مع المنتخب القطري الساعة 8، الولايات المتحدة تتبارى مع إيران مقابلة كبيرة